عليكم لا فامي تاعي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاصدقاء ديالي وخوتي العزاز والناس الجداد، مرحبا بكم في القناه ديالكم انوار برو. الاصدقاء ديالي اللي ما مشاركش في القناه كنتمنى يشارك ويفعل زر ديال الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا. الاصدقاء ديالي كما شفتوا محمد احترام اللي كنا كنتمناوه يلعب مع المنتخب المغربي، ومازال عندنا الامل يقدر يلعب مع المنتخب المغربي مادام مازال ما لعبش مع منتخب هولندا. يقدر يوقع له موقع الحكيم زياش اللي كان عيطت له هولندا ووافقوا في اخر المطاف، لقى راسو غلط ولعب مع المنتخب المغربي. محمد احترام للامنيه ديالو كيتمنى يكون بحال حكيم زياش او لا خليفه حكيم زياش. سي محمد احترم الى كنتي هتلعب مع المنتخب المغربي كنتمناوك تكون بحال حكيم زياش، الا كنتي تلعب مع هولندا غير نسى عليك كلمه حكيم زياش. الاصدقاء ديالي كنتمنى الفيديو كان الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا شي فيديو ما احسن من هذا. كيف بعدا كان معكم اخوكم انوار برو، السلام عليكم.